وهذا اللي اسمه عشان تأمرني لك حرمة القتل ببيتها ولسه على الحرمة هديك ما انا شافت رابة معقول؟ ايه والله يا ابو سكين شو عادي سكت عليه بالمرة يا عم باينة مثل عين الشمس يا الله الحرمتين اللي اندبحوا اندبحوا بسببي انا واللي دبحوا بده يعني يضل على حالي يموتوا عصاي بيت الشر سلامة ان شاء الله الموت لهم سكتي لا تحكي هيك اختي واضحة مثل عين الشمس بدهن البنت تضل على حالها وحق الأولياء والصالحين يا مطالب وحق الأنبياء والتابعين ما رح تنازلون عن الزعامة ولا مطالب إلا نواتي ولا رح كنوا لا استكين حتى أنشوفون وين رح تقبرني؟ طول بالك أبو طول طول بالك يا حسان أنت ضابط اشرح لي شو عم بصير عمي هدي حالك وقعد هلا فهمي خير شو القصة؟ الشيخة الثانية اللي واقفة على ايدها مريم لقوها مذبوحة جوات بيتها مذبوحة؟ قولي على طولي انا عمي طول بالك وفهمني القصة اول باول شو صار؟ القصة ما بدها شرح ولا بدها تفصيل المرأة لقوها مقتولة جوات بيتها معناتها ما بدهم اياها تساعد مريم معناتها متقصدينك انت وحرمتك هيك اشغل خبر خلص يا عمي بترجاك تهدى لكيف بدي اهدى وكل شي عم يصير حوالي بيجنن اللي عمره ما جن لانه اللي عم يقوموا باي الافعال قصدهم يجننوك يا عمي بقى انت لازم تهدى وتطول بالك ابو طالب كلامه لحسان مزبوط اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من كل كرب عظيم اخي ابو طالب بدك تطول بالك ما بعد الضيق الا الفرج انا رح ساوي لكم قهوه بترجاك يا عمي أبو طالب تهدى وتطول بالك ولا تخلي أعدائك يوصلوا أهدافهم ماشي عمي ماشي ماشي يا أبو رمزي يعني أنت بتأكد أنه هي هي المرة اللي فاتت لعند المغدورة يوم الجريمة يا أبو رمزي يا سيدي أنا شفتها بعيوني هدول اللي بدي أكلهم الدود طيب فيك تقلي شو كانت لابسة سيدي كانت لابسة أواعي مهرهرة وفلاحية قلت لي أواعي فلاحية طيب فيك تعرف لي قديش كان عمرها؟ يعني بين 30 و 35 ايوه طيب ركز معي أبو رمزي انت هاي المخلوقة شايفها شي؟ مرق عليك؟ أبدا سيدي حياتي ما شفتها هي أول مرة بشوفها يعني ما شفتها طيب ماشي الجيران أكدونا دخول امرأة بملابس فلاحية لبيت المغدورة وطلعت بعد وقت قصير صفوان أفندي يعني توقعاتكم نفس المرأة هي اللي قتلت المغدورة على الأرجح لتكون هي لأنه مثل ما فهمنا من الجيران أنه ما حدا دخل لبيت المغدورة لساعة وقوع الجريمة واكتشافها غيرها هي أيوة. على ما يبدو من الارتباك وسرعة الفاعلة تارك الباب وراها مفتوح ولما دخلت إحدى الجارات اكتشفت الجريمة وبعدين وصلنا الخبر نفس الطريقة اللي اندبحت فيها ست نعيمة ما فهمت كمان يا صفوان أفندي عنا واحدة انقتلت بنفس الطريقة وتركوا الباب مفتوح شو هالحكي؟ اي نعم يا صفوان أفندي كمان الحرمة من أهل الله كمان؟ اي نعم معقول يكون فعل نفسه؟ أكيد طيب وشو الدليل؟ يعني فيك تقول إنه تنتين من أهل الله وبنفس الوقت انقتلوا بنفس الطريقة ايوه وشو اللي بيربط الحادثتين بالحارتين؟ صفوان أفندي الحرمتين له علاقة بعيالنا بمسببات فك السحر وخلافه أيوة لذلك لما وصلنا الخبر قلنا بنيجي لعندك أنه السيد حسان عسى يلتقى له راس خيط على كل حال أبو طالب يعني التحقيقات جارية إن شاء الله وإن شاء الله بنوصل الفاعل ويا ريت يا صفوان أفندي تزودونا بأي معلومات تحصلوا عليها أكيد أكيد يا سيد حسان ونحن كمان في حال حصلنا على أي معلومات رح نخبركم فيها يا ريت يا سيد حسان وخصوصا انك ضابط وبيسعدني اتعاون معك كمان نحن بيسعدنا التعاون يا صفوان افندي دخيل عينك الحرمه اللي شاكين فيها حضرتكم شو كانت لابسه قلت لي ملابس فلاحيه ملابس فلاحيه طب عمرها حكوا لك بين يعني على قولته بين 30 و 35 سنه ما قلت لي ليش عم تسال يا ابو طالب لا مجرد استفسار إذا بتحب فيك تسأل الشخص بنفسك موجود طبعا موجود يا ريت والله يا حاجب
تمام سيدي. جيب لي ابو رمزي فورا. حاضر سيدي. عمي شو الغاية من الحديث مع الشخص؟ مجرد استفسار بس. قصدي انت ببالك حدا يعني؟ نحن لنشوف الزلمة لك عمي، يمكن نلقط منه راس الخير مثل ما حكينا. ادخل. ابو رمزي. يعطيك العافية. ابو رمزي هو الوحيد اللي شاف الفاعلة هي وداخلة على بيت المغدورة هداك اليوم. اي نعم، لو عرفانا فايتة تذبح الشيخة لكنت خنقتها بايدي هدول. ابو رمزي. اي نعم. فيك توصف لي شو كانت لابسة الحرمة بالضبط؟ اي تكرم. ايه داخل عينك ابو رمزي، هات لشوف. روب ابيض ومدقدق وفوقه ملاي. ايوه. شو لون وشها؟ شقرة بيضة يعني سمرة عاطي على حنطي هيك شي يعني. هلأ بيّن معك الحرمة شغل وين؟ هاي ما بعرفها. الحمد لله على سلامتك يا الله يسلمك. طمنيني، عجبتك الغرفة؟ الله يرضى عليك. بس من وين جبت المصاري؟ استكريت الغرفة من شغلي يا مو. الله يرزقك وإن شاء الله بتمسك التراب اللي بدهب. هلا يا مو، هلا نعيش أنا وياكي تحت سقف واحد. يا مو خالتك ما في منها لولا جوز الندل اللي استكتر عليه اللقمة والنومة. فشيت عينه يا مو. خالتي ما قصرت، بس هذا الوقت جوزها حسابي معه بعدين. اوعى يا نصري، انت وعدتني انك تبعد عن المشاكل. يا مو انا صرت رجال وعم بشتغل وعم اصرف من عرق جبيني، وباذن واحد احد ما رح اخليك تعتازي لمخلوق ويخلق طول ما في نفس عم بيطلع وبينزل. عليك الله يرضى عليك، رضى قلبي ورضى ربي. الله يخليكي فوق راسي تاج وعز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. وين رايحة يا بنت الحلال؟ رايحة أطمن على ابني. ولا بدك يعني ينذبح مثل ما هالعالم عم تنذبح؟ لك ابنك قاعد بين المرابعين والفلاحين، ما رح يصير عليه شيء. اطمني. اطمن. ولك شلون بدك يعني اطمن؟ ولك يبعت 100 حمل هالايام اللي وصلنا لها، لكان حرمه تندبح جوات بيتها بنص النهار، وين صارت هي؟ انت ما بدك تنسي هذا الموضوع؟ نسي بقى شيء. شلون بدك يعني انسى؟ ولك شلون بدك يعني انسى؟ فهمني، من امتى نحن هالقصص وهالروايات بتصير عنا بالشام؟ يا ستي وصارت. هيك؟ صارت بهالبساطة هاي؟ وكأنه اللي اندبحت دجاجة؟ يعني شو بدك يعني ساوي؟ اطلعنا برا وقفتل وسوح ونوح بين حوالي الشام وقلتهم على خدودي كمان؟ لا يا عدلي، أنا لا قلت لك لا تسوح ولا تنوح. لك شو ساوي؟ وانت من أول ما فتي على البيت وانت بهالسيرة. شو عرفك أنه اللي صار مع الست نعيمة والشيخة خديجة ما يصير مع ابني؟ لأنه ابنك رجال بيعرف يدافع عن حاله. ولك ولاد الحرام ما عادوا عرفوا حرمة ولا رجال. أنا رايحة. اللهم طولك يا روح. مقبرني ياكي انت ويلي بلاني فيك يا البلوه، والتاني مراد ولمعت، شلون قدر يقتل المرة بهالسرعة؟ شي عمي انا ما فهمت عليك، يعني انت ليش عم تشدد كثير على مواصفات الحرمة؟ وين الغلط؟ بركي صدفناها بالطريق منكون عرفناها ولقطنا رأس الخيط. عمي يا عمي ما هو واضح الفاعل هو نفسه. الحق معك، وأنا بحلف على المصحف الشريف. عمي
بس في موضوع هيك بدي احكي معك. تفضل. يعني يا عمي، لا انت عم تجيب لي سيره مريم ولا انا عم برضى اسالك، يعني مشان ما احرجك. حق معك. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس بات الامر واضح عمي. البنت ما عمل لها سحر مشان تكرهك وتشوفك وحش بعيونها. عمي، معقول يكون تاثير السحر لهالدرجه هي؟ لك ايه، عم بيقولوا يمكن يوصل للموت. اوف، واكثر. مشان هيك انا جن جنوني لما سمعت بالخبر. ما بعرف يا عمي، بس نحن لازم نشوف مريم، ما لازم نتركها على الحاله هي ابدا. صحيح، ولكن ما عم نهدي، عم ناخذها من محل لمحل. شو بدنا نعمل؟ كلياتهم مشان يعطلوني عن شغلي ويلهوني ويلهوا عيالي. والعمل هلا عمي؟ خلينا نمشي هلا بعدين نحكي. شرف ابو يحيى. يا الله اكبر يا وطن، يوم الوغى من دهن قول الله. الله اكبر يا وطن، اسمك مطرس بالذهب والفضة. الذهب والغاء لنهاب العدا، ولا توب الردى لنهاب العدا، ولا توب الردى إلا العالي بعلا. الله الله الله، يوم الوغى من دهن قول الله. لا هون علي الصار فوح يا ريحان سلم أحمد.